الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي محمد أحمد بن عبد الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. ذكرنا بالأمس أموراً، ومنها شروط صحة النكاح، وذكرنا أنها خمسة شروط، فمن يذكرنا بشرط من هذه الشروط؟ نعم، أي واحد؟ خلاص، أنت اللي بعده. الولي، قلت الولي، خلاص الولي، الشاهدان أو الإعلان، التعيين، يعني التعيين في وظيفة ولا شلون؟ يعاين البضاعة؟ ما معنى التعيين؟ اصبر، السؤال له، ما معنى التعيين؟ تعيين الزوجين ولا بس الزوجة؟ والزوج أي واحد؟ واحد زوجتك واحدة من المسجد، من أهل المسجد، يصير؟ يصير؟ أجب الآن، هل يجوز زوجتك إحدى بناتي دون أن يحدد؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز زوجتك واحدا من أهل المسجد دون أن يحدد؟ زوجت ابنته؟ طيب، كذلك إذن التعيين بالنسبة إيش؟ للزوجين. بعد، نعم، رضا من؟ رضا الزوج والزوجة والولي. بعد، الشرط الخامس، انتفاء الموانع. ماذا تقصد بانتفاء الموانع؟ ألا تكون محرمة عليه، ولا يكون محرما عليها. انتفاء الموانع، ألا تكون محرمة عليه ولا يكون محرما عليها. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. هذه تسمى أركان النكاح. أركان النكاح: الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج. الإيجاب من الولي والقبول من الزوج. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون الترتيب كذلك، أن يبدأ من الولي ثم يرد الزوج، ولا يصلح أن يبدأ الزوج، يعني لا يصلح أن يقول الزوج تزوجت ابنتك فلانة فيقول الولي قبلت، أو يقول الزوج قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الولي زوجتك ابنتي فلانة. قالوا لا بد أن يبدأ الولي بالإيجاب، ثم يثني عليه الزوج أو وكيله بالقبول. والصحيح أنه لا يشترط، وإن كان هذا هو الأصل، الأصل أن يبدأ الولي وأن يقول زوجتك موليتي فلانة، ابنتي، أختي، أمي، ابنة عمي، حسب ما يكون الولي. ابنة أختي، يصير ابنة أختي؟ ليش؟ الخال ليس وليا، الخال ليس وليا. طيب، ذكرتموني الآن في أسئلة أمس، في أسئلة شباب سألت الأمس، أعطني إياها، لأن على درس الأمس كانت أسئلة. طيب، هاي كده تبع أمس. طيب، ذكرنا فيها، المهم نبدأ بها قبل غيرها، لكن لن نبدأ بها الآن. على كل حال، إذن أن يبدأ الإيجاب من الولي، ويكون القبول من الزوج، هذا هو الأصل. لكن لو بدأ من الزوج وثنى بعده الولي فلا بأس بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب أو أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه.
قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إن الله خبير بما، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه أمور تستحب في النكاح، أن يخطب إذن بخطبة ابن مسعود أن يعلن النكاح. قال: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. إعلان النكاح سنة عند من يقول باشتراط الشاهدين، من يقول وهو مذهب أحمد أن من شروط صحة النكاح الشهود أو الشاهدان، يرون أن الإعلان مستحب. ومن يرى أن الإعلان هو الشرط لا يشترط شهود الشاهدة، وإنما يكتفي بالإعلان ويجعل الإعلان شرطاً لصحة النكاح. على كل حال، الأصل في النكاح أن يعلن، ولا يكون النكاح سراً، ولا يكون النكاح سراً، وإنما يعلن بين الناس. قال: وتضرب عليه النساء بالدف. الضرب بالدف للنساء مستحب في مثل هذه المناسبة، وهي مناسبة النكاح، وقد أمر النبي بذلك أمر إرشاد صلوات ربي وسلامه عليه. ويغنين بما شئنا كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أتيناكم فحيونا نحييكم. هذا مما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الكلمات الطيبة التي تقال في مثل هذه المناسبات. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تغني تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: كفي عن هذا وقولي غيره، كفي عن هذا وقولي غيره. إذن تختار الكلمات وتنتقى في مثل هذه المناسبات. وهنا مسألة لأهل العلم، ألا وهي: هل هذا الأمر خاص بالنساء، الضرب بالدف في الزواج، أم أنه يجوز للرجال أيضا أن يضربوا بالدف لمثل هذه المناسبة؟ على خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من منع ذلك وقال هذا خاص للنساء، لأنه لم يعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بالدف لمثل هذه المناسبة. وبعض أهل العلم أباح ذلك، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: نذرت أن أضرب بالدف على رأسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بنذرك. فأذن لها أن تضرب بالدف على رأسه صلوات ربي وسلامه، مو تضربه بالدف، تضرب بالدف على رأسه. فضربت بالدف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن الضرب بالدف للرجال وللنساء مباح، وإن كان الأصل أنه للنساء لا للرجال. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ولاية النكاح، الولاية في النكاح. قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. نرى أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني لم يرتب شروط صحة النكاح، لم يرتب الشروط، وإنما رتبناها تبعا لغيره من أهل العلم. على كل حال، ذكر هنا الولي والشاهدين. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه، وإن علا ثم ابنها، ثم ابنه، وإن نزل ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان. ثم قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا عنها غيبة بعيدة.
ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه. هذه مسائل ذكرها ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في قضية الولاية في النكاح. ويمكن تقسيم كلامه رحمه الله تعالى إلى ترتيب الولاية أولا، فترتيب الولاية كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى أو الولاية على الأب ثم الجد، يعني الأب وإن علا ثم الابن فابن الابن، الابن ومن وإن نزل. هل يمكن أن يزوج الابن أمه؟ ممكن إذا كانت الأم في الأربعين وولدها بالعشرينات 22 أو 23، يعني رجل كبير يعقل ويفهم، تريد أمه أن تتزوج فيزوجها، ولا في مشكلة عندكم؟ عندكم مشكلة؟ ما في مشكلة. يمكن الولد عمره 22 وأم عمرها 40؟ عادي عادي. طيب إذا عادي يعني ما في مشكلة. خاصة نساء في السابق كنا يتزوجنا ولهن من العمر 13 سنة و14 سنة و15 سنة، وتحمل في السنة الأولى وفي السنة الثانية، فتكون بينها وبين ولدها سنوات قليلة، 15 سنة 16 سنة، يعني يمكن أن يزوجها ابنها. نجد هنا في المذهب أنهم قدموا الأب على الابن، مع أن في الميراث يقدم الابن على الأب. في الميراث في العصبات، في الميراث عصبة الابن أو البنوة أقوى من عصبة الأبوة، وذلك يقول بنوة أبوة أخوة عمومة، فالبنوة أقوى في الميراث، لكن في ولاية الزواج الأبوة أقوى، الأبوة أقوى في الزواج. فإذا إذا حضر الأب والابن لتزويج المرأة فأبوها مقدم على ابنها، أبوها مقدم على ابنها في تزويجها. فإذا توفي زوجها أو طلقت مثلا وابنها له من العمر 23 سنة وأبوها له من العمر 27 سنة، يصير؟ ليش تضحك؟ ما يصير؟ ما يصير؟ ما تدري؟ لا صعب هذا، ما تدري صعب. يمكن يصير؟ يصير؟ ابنها 23 وابوها 27، ما يصير مرة. طيب إذن إذا قلنا الابن 23 أقل تقدير في عمرها قريب من 40، أبوها على الأقل يعني كم؟ 60 55، يعني مش حالك. طيب طيب، فإذا حضر أبوها وحضر ابنها من يكون وليها؟ وتنازع قال الأب أنا أزوجها أبوها، ابنها قال لا أنا أقوى منك في الميراث، لو ذبحناها الحين أنا أرث أكثر منك، قال لا مو صحيح، قال صحيح أذبحها جرب. يصير؟ ما يصير. إذن فإذا حضر الابن والأب فالأب مقدم، لأنه أولا هو عصبة قريبة جدا، ثم هو أعلم بالمصلحة من الابن، أعلم بمصلحتها فيقدم الأب. فإذا قدمنا الأب قدمنا من بعده وهو من؟ الجد. فإذا حضر جدها وابنها مقدم الجد أيضا، يقدم الجد على الابن. إذا الأب وإن على ثم الابن وإن نزل، ابنها ثم ابن ابنها يزوجها. طيب إذا ترتيب الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابني ثم ابن الابن، قال ثم الأقرب من العصبات، الأقرب من العصبات. هنا اتفق أهل العلم بعد أن اختلفوا في الفرائض، كما قلنا في الفرائض البنوة مقدمة على الأبوة، وفي النكاح الأبوة مقدمة على البنوة، لكن ما بعد الأبوة والبنوة متفق عليه، وهي أن تأتي الأخوة ثم العمومة، الأخوة ثم العمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة. فبعد إذا امرأة لم يكن لها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن موجود، فهنا وليها أخوها، وليها أخوها. الإخوة ثلاثة، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا، انسى الأخ لأم، الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا. الولي الولاية في من؟ في الشقيق وفي الأخ لأب، الشقيق والأخ لأب. إذن هذان هما أولياء المرأة، هذان هما أولياء المرأة، الأخ الشقيق والأخ لأب. أما الأخ لأم لا يكون
وليا، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. إذا كانت امرأة عندها أخ شقيق وأخ لأب، لا يجوز للأخ لأب أن يزوجها مع وجود الأخ الشقيق، كما أنه لا يجوز لأخيها أن يزوجها مع وجود أبيها. يعني الأب موجود، الأخ ليس له الحق أن يزوجها، وإن زوجها الزواج ما يصح، لأنه ليس وليا لها أصلا، وإنما يكون وليا لها إذا عدم وليها الأصلي وهو الأب أو الإبن، ينتقل تصل إلى الأخ الشقيق. فالأخ لأب إذن لا يزوج إلا إذا عدم إيش؟ الأخ الشقيق. فإذا لم يكن لها أخ شقيق ولا أخ لأب، ينظر لأبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق يزوجها. فإذا لم يكن لها ابن أخ شقيق، ابن الأخ لأب يزوجها، يعني اللي هي عمته التي هي تكون عمة له يزوجها. فإذا لم يوجد هؤلاء يأتي العم. البعض يظن بعد الأب يأتي العم مباشرة، غير صحيح أبدا. بعد الأب يأتي الجد، بعد الجد يأتي الابن، بعد الابن ابن الابن، بعد ابن الابن يأتي الأخ الشقيق، بعد الأخ الشقيق الأخ لأب، بعد الأخ لأب ابن الأخ الشقيق، بعد ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، بعد ابن الأخ لأب يأتي العم. فالعم بعيد. لكن إذا ابن الأخ مثلا قدم العم من باب الإكرام، هذا توكيل ولا بس، لكن هو الولي الحقيقي. الولي الحقيقي هو ابن الأخ وليس العم، يعني ابن الأخ مقدم على العم في ولاية الزواج. طيب، إذن بعد ابن الأخ الشقيق يأتي ابن الأخ لأب، بعده يأتي العم الشقيق، يعني أخو أبيها من أم وأب. فإذا لم يوجد العمها الشقيق، يأتي عمها لأب. فإذا لم يوجد ابن العم الشقيق، فإن لم يوجد ابن العم لأب. وهكذا ترتيب العصبات، يعني أبوة في النكاح، أبوة بنوة، أخوة عمومة، هذه ولاية النكاح. طيب، إذن هؤلاء الأولياء في الأصل. طيب، إن لم يوجد هؤلاء، المعتق إذا كانت أمة اعتقت، رجل أعتق أمة، عبد عنده أعتقها، يكون هو وليها في النكاح إذا ما عندها أقارب. إذا لم يكن لها أقارب وهي أمة عنده، أعتقها في سبيل الله تبارك، قال لها اذهبي أنت حرة، فصارت حرة، ثم بعد جاءت إيش؟ تتزوج هذه الحرة، صارت حرة الآن، جاءت تتزوج. إذا عندها أب أو ابن أو أخ أو ابن أخ أو كذا، هم أولياؤها. لكن إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، فيأتي المعتق، يأتي المعتق يكون وليا لها في النكاح، معتقها. فإن لم يوجد المعتق، الأقرب من عصباته هو، يعني أبوه ثم ابنه ثم أخوه، وها الذي ذكرناه في عصبات المرأة. فإن لم يوجد هؤلاء كلهم، يأتي السلطان، يكون السلطان وليا لها. وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، انتبهوا لها. بعض النساء الأجنبيات غير العربيات خاصة، تكون مثلا في أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا أو آسيا أو أي بلد من البلاد، طيب، فيذهب لها الرجل هناك ويتزوجها بوليها، المهم جاءت إلى البلد هنا مثلا، ثم مات زوجها أو طلقها أو حتى لم تكن تزوجت، المهم أنها تعيش معنا وليس لها ولي، لأن أهلها جميعا كفار مثلا، والكافر لا ولاية له على المسلم. فالبعض يفتيها بقوله إيش؟ تزوج نفسها، هذا باطل غير صحيح. المرأة لا تزوج نفسها، من يزوجها؟ يقولون المليج، يعني الذي يكتب العقد يقول أنا وليك أزوجك من فلان، على أساس هو وليها؟ ما هو صحيح هذا أبدا. أو يقول لا اختاري وليا، اختاري ولي، من تبين ولي؟ قالت والله مزيون هذا، خلى ولي. طيب، قال كن وليا لي، يصير وليا لها؟ إذا تستطيع هي أن تنتقل ولي، هي تزوج نفسها بعد، ما استفدنا شيئا. إذا لا يصح هذا الأمر، وإلا لو أعطيناها هي تختار الولي، أعطيناها تزوج نفسها. لأن معنى لماذا وضع الولي للمرأة، ما الحكمة؟ أن المرأة ناقصة عقل،
وأنها قد لا تحسن الاختيار وأنها قد تغلبها عاطفتها على عقلها. طيب، فلذلك ناسب أن يكون أحد إيش يشاركها في هذا الاختيار. صحيح أنها لا تزوج رغما عنها، لا بد من موافقتها، كذلك أيضا لا يكتفى برأيها، لا بد من رأي يساند رأيها، وكان هذا الرأي أقرب الناس أو أحب الناس إليها أو أحنى الناس عليها، وهم أولياؤها، أبوها أو جدها، ابنها أو ابن ابنها، أخوها الشقيق، أخوها لأب، عمها ابن عمها، وهكذا. فإن عدم هؤلاء فيأتي السلطان، السلطان اللي هو إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، هو يكون وليها. ثم السلطان ينيب عنه غيره كالقضاة مثلا، يجعل القضاة أولياء، فيكون القاضي وليها وليس المليك، ليس الذي يكتب العقد، وإنما القاضي هو الذي يكون وليا للمرأة في مثل هذه الحالة. طيب، قال الوكيل يقوم مقام من وكله. عندنا وكيل وعندنا وصي، انتبهوا، عندنا وكيل وعندنا وصي، فرق عظيم بين الوكيل والوصي. الوصي هو الذي يكون بعد الموت، والوكيل هو الذي يكون في الحياة. الوكيل أن يأتي أبو المرأة وليها فيقول: يا فلان زوج ابنتي فلانة من فلان، ما اسمك؟ محمد. يقول: يا محمد وكلتك أن تزوج ابنتي فلانة نورة حصة مريم من فلان خالد أو يوسف أو عبد العزيز اللي يكون. طيب، فوكله أن يزوج ابنته، هذا يقال له وكيل. الأمر هنا ما في أي بأس، والوكيل يقوم مقام من وكله. الوصي يكون بعد الموت، يعني الأب شاف نفسه يعني أصابه مرض الموت ويمكن أن يموت وكذا، وخايف على بناته، فجاء لصديقه أو جاره وهو رجل صالح ثقة أمين، قال له: أنت وصي على بناتي. إخوانها أحس ما هو أو عمامها أو ابن عمها وكذا اللي يكون، لكن يقول له: أنت وصي على بناتي تزوجهن. ثم مات هذا الأب، الوصي هذا ليس له الحق أن يزوج أهله، لأن الوصية تنتهي بموت الموصي. الوصية تنتهي بموت الموصي، ويأتي وليها الشرعي بعد الأب الجد، بعد الجد الابن، هذا الذي ذكرناه قريبا. إذا فرق بين الوصي وبين الوكيل، فالوكيل يقوم مقام الموكل له، بينما الوصي لا يقوم مقام الموصي له. أقصد في هذه القضية، قضية إيش؟ ولاية الولي، هناك وصي شرعي عليها مقدم على الوصي الذي جعله وليها، حتى لو كان ولي أخوها مثلا جعله وصيا، وفي آخر الأب يأتي مكانه. فالقصد أن الوكيل، لأن الوكيل بحياته ما زال ذاك إيش؟ هذا مجرد توقيع الأوراق فقط، ولكن موافق من هو. أما في الوصي لا، موافق من الوصي هنا، فاختلف الأمر. إذن فالقصد إذن أن الوكيل يكون مقام موكله، أما الوصي فلا. طيب، قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، يعني لا يصح أن يزوجها أخوها مع وجود أبيها وابنها، ولا يجوز تزويج الأخ الأب مع وجود الأخ الشقيق، ولا يجوز تزويج العم مع وجود ابن الأخ أو الأخ الأبعد. لا يزوج مع وجود الأقرب، لماذا؟ لأن الأبعد ليس وليا لها أصلا، هو أجنبي، يعتبر أجنبي، الآن يعتبر أجنبيا، ليس له الحق أن يزوجها، ليس وليا لها، فلا يكون وليا لها إلا إذا جاء دوره، فإذا لم يأتي دوره فليس وليا للمرأة. إذن لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. إذا كان أولياؤها في درجة واحدة كالإخوة فلا يلزم الأكبر، يعني امرأة تريد أن تتزوج، أبوها ميت وليس عندها ابن ولا جدها موجود، إذا من أولياؤها؟ إخوتها، عندها أربعة إخوة كلهم كبار، أصغر واحد 30 وأكبر واحد 50، إخوتها، وتبي أي واحد من إخوتها يجوز تزوجها، لا يشترط الكبير، لا يشترط في وليها أن يكون الأكبر من الإخوة، أي واحد من الإخوة
له أن يزوجها، ولا يشترط اتفاق الإخوة كلهم على تزويجها، يعني لابد أربعة هم يوافقون، لا مو لازم، أحد إخوتها كل واحد في حد ذاته يعتبر إيش؟ يعتبر وليا، كل واحد في ولي في درجة الآخر، فلا يشترط تزويج الأكبر، لكن باب الاحترام والتقدير يقدم الأكبر، هو الذي وقع، هو الذي يقول زوجتك، هذا حق ما في كلام، لكن نتكلم عن صحة عقد وعدم صحة عقد. فلو جاء أخوها الأصغر طيب، ولكنه عاقل بالغ راشد طيب، جاء وزوج أخته حتى لو لم يعلم إخوتها الباقون، طالما أنه ولي وجاء دوره كإخوته فله أن يزوجها. فإذن إذا كان الأولياء في درجة واحدة فلا يشترط الأكبر، أعمامها مثلا لها أكثر من عم، واحد من أعمامها يزوجها، لها أكثر من ابن عم كلهم في درجة واحدة، أي واحد من أولاد عمها يزوجها، لا يشترط الأكبر. إذا كانوا في درجة واحدة يزوجها أي واحد منهم. الولاية تنتقل أحيانا كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، هنا قال إلا يعني ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. هذه أسباب بها تنتقل الولاية مع وجود الولي الأصلي، يعني هو موجود لكن ننقلها منه إلى غيره. ما هي الأسباب التي تمنع؟ الصغر، واحدة تبي تزوج عندها ابن وعندها أخ، من يقدم؟ الابن، لكن ابنها عمره 10 سنوات صغير، نقول هنا ليس وليا، لأنه ليس وليا على نفسه أصلا، فكيف يكون وليا على غيره؟ فننقل ولايته من الابن إلى الأخ. إذن الصغر يكون إيش؟ مانعا من الولاية، وسببا لنقل الولاية من شخص إلى شخص آخر، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، إذن الصغر. السبب الثاني الجنون، عندها أخ لكنه مجنون، أخ شقيق، فيزوجها أخوها لأب، يقول كيف يزوجها أخوها لأب وعندها أخ شقيق؟ نقول مجنون، وهذا المجنون لا ولاية له عليها، لأن هذا يحتاج أيضا إيش؟ إلى ولي عليه، فهنا تنتقل الولاية من الأخ الشقيق إلى الأخ لأب. كذلك مخالفة الدين، إذا كان أبوها كافرا تنتقل إلى ابنها، إذا كان ابنها كافرا تنتقل إلى أخيها، إذا كان أخوها كافرا تنتقل إلى أخ لأب، إذا كان أخ لأب كافرا تنتقل إلى ابن الأخ، وابن الأخ لأب العم ابن، وهكذا تنتقل من شخص إلى شخص إلى أن يصدق في شخص من هؤلاء أنه تجتمع فيه شروط الولاية. فإذا كان إذن الولي مخالفا في الدين فإنه لا تكون له ولاية. وهنا مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا كان مخالفا للدين قالوا لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف تكون مسلمة وليها المتسلط عليها يكون كافرا؟ لا يصلح. طيب لو كان العكس، هي كافرة وليها مسلم، يعني الأب أسلم وبنته لم تسلم، ابنته لم تسلم، ولا ما يصير؟ يصير، رجل أسلم وعنده بنت والآن على وجه الزواج، جو قال الله بنخطب بنتك فلانة، قال والله أنا مخالف لها في الدين، هو فعلا مخالف لها في الدين، طيب هل يكون وليا لها أو لا يكون؟ على المذهب لا يكون وليا لها لمخالفته لها في الدين، كما أن الكافر لا يكون وليا للمسلمة قالوا كذلك المسلم لا يكون وليا للكافرة. وبعض أهل العلم قالوا إنما منع الكافر أن يكون وليا على المسلمة لأنه نوع من التسلط والسبيل، والله قال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا غير متحقق في الصورة الثانية، وهي أن يكون الأب أو يكون المسلم متسلطا على الكافر. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي بأنه يكون وليا لها، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يقول أنه يكون وليا لها إن كان الأب مسلما وهي كافرة، وإن كانت مخالفة له في الدين فإنه يكون وليا لها، لأن هذا لا يعيبه ولا يضره، ولكن يضر
إذا كان المتزوج مسلما يعني المرأة مسلمة ووليها يكون كافرا هذا يضر، لهذا نوع من التسلط عليها. الرابعة العضل، وهذه مسألة مهمة جدا وهذه تمس الواقع. العضل هو أن يمنع الرجل موليته من الزواج لمصلحته هو، لمصلحته هو يمنعها من الزواج لا لمصلحتها ولكن لمصلحته، يعضلها يمنعها من، كل ما تقدم شخص رفضه، كل ما تقدم شخص رفضه، بس هذا عضل، هذا يسمى عضلا، وهذا واقع موجود. وبعض الناس وجد حلا لهذا العضل بأن تتزوج بدون ولي، وهذا حل فاسد ولا يجوز، وزواجها بدون ولي زنا، زواجها بدون ولي زنا محرم لا يجوز. فبعض الناس يشتكون هنا يقول طيب الأب ما يريد أن يزوجها، أب عاضل ولا، كل ما جاء أحد رده ورده ورده، ليش رديته؟ معاجبني معاجبني معاجبني. قد تكون له مصلحة في مالها إذا كانت تعمل مثلا، أو هو يريد شخصا معينا هي لا تريده، أو أي سبب من أو عناد أو غير ذلك من الأمور، المهم أنه عضلها. وقد سمعنا بعض القصص في مثل هذه الحالة، حتى أنه ذكر أحدهم أن رجلا كانت له ابنتان، وكلما تقدم خاطب رده، كلما تقدم خاطب رده، حتى امتنع الناس عن التقدم لهاتين البنتين، خلاص الناس قالوا هذا لا يزوج، حتى تجاوزتها أو بلغتها قريبا من 40، يعني بينهما سنة أو سنتين، المهم يعني هذا السن غالبا يقل المتقدمون له أو للزواج به. فبعد ذلك مرض الأب ويقال أنه مرض الموت، فاجتمعت ابنتاه عنده، فشعر بالندم والحسرة أنه يعني منعهما من الزواج، وكلما جاء خاطب الردة، وغالبا أنه ما عنده عذر ولا شيء، وإنما لأسباب كما قلنا مصلحية له، فشعر بالذنب، فقال لابنتيه أنا الآن مقبل على الله تبارك وتعالى وسأموت، وأنا حقيقة يعني وقفت في طريقكما في الزواج وكذا، فاغفر لي سامحاني. فيقال إن إحداهما قالت له يا أبتي قل آمين، فقال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد، هكذا تدعو عليه، تقول أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد، هذا عضل، هذا عضل. طيب فما الحل إذا وقع العضل، إذا وقع العضل من الأبي فما الحل هنا؟ أو مو شرط الأب طبعا، أي ولي، أب عم أخ ابن أخ أيكم، المهم الولي لو وقع منه العضل فما الحل للنساء هنا؟ الحل للنساء أن ترفع عليه قضية عند القاضي، أن تذهب إلى القاضي وتقول إن أبي منعني الزواج من الكفء، فيناديه القاضي ويقول لماذا تمنعها؟ إذا أبدأ أسبابا مقنعة للقاضي واقتنع القاضي أنه لم يأتيها كفء أو أنه لم يتقدم لها أحد أو كذا، واقتنع القاضي نعم، وإذا لم يقتنع القاضي بكلامه فإنه ينزع منه الولاية أو الولاية، ينزعها منه، يقول أنت لست كفء أن تكون وليا لها، ثم يقول مثلا لابنها أنت وليها، أو يقول لأخيها، يعني الترتيب الذي يأتي بالدور بعد الأب، يقول لأخيها أنت وليها، زوج أختك من شئت واعتبر أبوك مات، اعتبره مات خلاص، أنت وليها أو عمها أو كذا، فإن لم تجد أحدا يقول القاضي أنا وليك، ثم يزوجها القاضي، فتنزع الولاية بسبب العضل. إذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنزع منه إلى أقرب ولي، فإن لم يكن فإلى القاضي. البعض يتحجج بأنه قطعة رحم وفشلة، يعني ترفع قضية على أبيها وكذا، نقول ما في بأس، فشلة ترفع قضية على أبيك تحملي وتحاسبين يوم القيامة، أما تروحين تزوجين بدون ولي بحجة فشلة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني الآن تستحين من أبيك ومن الناس ولا تستحين من الله،
الله يمنع هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نسفا نكاحها باطل، تقبلين هذا ولا تقبلين أن ترفعي قضية على أبيك؟ هذا لا يجوز. إذن لا يجوز أن تزوج نفسها بحجة أن الأب قد عضلها، وإنما ترفع إذ ما تبي ترفع قضية، تكلم عمها، تكلم أخاها، يكلمونه، يمنعونه وهكذا. لكن القصد ليس لها أن تزوج نفسها بحجة أن الأب قد عضلها أو الولي قد عضلها. نعم. الخامس الغيبة، إذا غاب ولا يستطيعون الاتصال به، يعني امرأة تقدم لها شخص للزواج فقالوا أين أبوك ليزوجك؟ قالت أبي مسافر منذ سنة وانقطعت أخباره، ما ندري أين هو. فينتظرون، ثم إذا غلب على ظن القاضي أنه قد مات أو أنه لن يحضر أو كذا يعين وليا غيره اللي هو بالترتيب بعده. أما إذا كان يمكن الوصول إليه يقول والله الوالد بأمريكا مسافر يدرس أو يعالج أو كذا، قال طيب خلاص لا جل، يا والله مستعجلين مستعجلين، خلاص ألغينا ولاية الأب، أخوك وليك يلا زوج أختك. ما يجوز هذا، هذا لعب، هذا لعب. موجود الأب الآن، فلا يجوز. أقل ما فيها يوكل، يوكل أحدا يعمل له توكيل، زوج ابنتي مكاني وخلاص. لكن لا يجوز تزويجها دون علمه أو دون استئذانه أنه تزوج بحجة أنه غائب ويمكن وصوله إليه. فإذا كان يمكن الوصول إليه فلا يفتأت على حقه، هذا حقه لا يفتأت عليه. وأما إذا كان لا يمكن الوصول إليه فهذا شأن آخر. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم أو إذنهن، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال بعد ذلك عن الكفاءة، يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى: تزويج الصغار، الأب خاصة، الأب خاصة يزوج الصغار ذكورا أو إناثا بدون إذنهم، لأن إذنهم غير معتبر. قالوا إذنهم غير معتبر لأنهم لا يعقلون هذه الأمور، فيمكن أن يزوج الأب ابنه أو ابنته بدون إذنهم، يعني كانت البنت مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات أو الابن كذلك وزوجه الأب. هذا إذا استأذنه الأب قال سنزوجك، قال خير إن شاء الله، ما يدري حتى معنى الزواج يمكن. طيب قالوا فهذا إذنه غير معتبر وإذنها غير معتبر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولها من العمر 6 سنوات رضي الله عنها، فزوجها أبوها بغير إذنها يقولون. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز للأب أن يزوج الصغير من أولاده ذكرا كان أو أنثى بدون إذنه، لا يشترط إذنه، لكن يستحب، يستحب خاصة إذا كان إيش، إذا كان يفهم أو تفهم، إذا كان صغيرا أو كانت صغيرة ويفهمان فإن هنا الإذن لا بد منه. أما إذا كان لا يفهمون فلا يصلح. لكن تعالوا مثلا، ما المصلحة في تزويج من لا يفهم؟ ما المصلحة في تزويج من لا يفهم؟ عشان يقدم على بيت مثلا، عند عقد زواج يقدم على بيت يأخذ 4000 من بنك التسليف؟ ما المصلحة في تزويج من لا يفهم ذكرا كان أو أنثى؟ لا مصلحة في ذلك، لا مصلحة في ذلك حقيقة. طيب ولذلك الأصل أن لا يقدم الأب على مثل هذه القضية وهي تزويج الصغار إلا بعد أن يعقلوا، فإذا عقل الصغار بعد ذلك جاز تزويجهم. فإذا قلنا إذا عقلوا إذا معناته إيش؟ يستأذنون ويكون إذنهم أيضا إيش هنا معتبرا،
يكون إذن مجرد. لكن نحن نتكلم فيما لو وقع. وقع واحد جاء زوج واحدة وهي صغيرة. أنا أذكر لكم قصة، واحد نذرت أمه أن تزوجه امرأتين في ليلة واحدة، خوش نذر ها؟ نذرت أمه أن تزوجه امرأتين في ليلة واحدة، يوم جصج وأراد أن يتزوج، لأنه إيش؟ لأنه وحيد أبيه وأبوه وحيد جده. طيب، فهي تريد أن يكثر نسله، فقالت نذر علي إذا كبر فلان أن أزوجه امرأتين في ليلة واحدة. فلما حجت حجايجها وجصج، طيب أنا بتزوج، قالت لحظة أنا ناذرة، ماذا نذرتي؟ قالت ناذرة أزوج ثنتين في ليلة واحدة. من تقبل؟ في على الأقل من باكر، بعد 7 أيام في ليلة واحدة يعقد على. احنا سمعنا أخوان يتزوجان في ليلة واحدة، طيب لكن من امرأتين، لكن واحد يتزوج اثنتين في ليلة واحدة، هذه شوي غريبة ولا لا؟ سمعتها ولا ما سمعت فيها؟ كل شيء. طيب، فالمهم قالوا نوفي بنذرها، نوفي بنذرها. فكيف يوفون بنذرها؟ تدرون ماذا صنعوا؟ أتوا إلى المرأة التي يريدها فقالوا هذه إن شاء الله نزوجك إياها، ثم أتوا لامرأة أخرى وقالوا لها نريد أن نزوجه ابنتك الصغيرة، بس وفاء لنذر أمه، وبالله يطلقها. يعني بدي عقد زوجتك ابنتي فلانة، قبلت، طالق، انتهى الأمر. طيب، بس نبي نوفي نذر الأم. عاد المشكلة هذه لا جت تزوج باكر، يقول ايش؟ مطلقة، ها؟ متزوجة في السابق مطلقة. فالقصد قال نريد أن نوفي بنذر أمنا، فقبلت أم البنت وقبل أبوها وزوج اثنتين في ليلة واحدة، واحدة صج واحدة مش حالك، يعني فقط اسم، اسم أنه زوجه واسم أنه قال طالق في نفس الليلة أظن، طلقها وهم جالسين، طلقها قال روحي بس لهلت، وفينا بنذري أمي. هل وفى بالنذر هكذا؟ ليش تزوج؟ منين جبت أن المفروض أن تزوجها؟ لحظة، خلوه. هل وفى بنذر أمه؟ إيش يسمى؟ طيب، تزوج بنية الطلاق وتلك تدري صارت متعة. نعم، هذا شرط، أدري يعني في مشكلة هنا، يعني العقد صحيح ولا باطل؟ إنزين، أنا أسألكم سؤالا الآن، لو قال له أبوها زوجتك ابنتي فلانة، أبو عبد الرحمن لك السؤال، لو قال له زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت فقط لوفاء نذري أمه، على أنه بعد نصف ساعة يطلقها، مات، هل ترثه؟ ها؟ ترثه. إذن زوجة صحيحة، إذن زوجة صحيحة أو ما ترث؟ ترث. طيب لو ماتت هي يرثها؟ يرثها. إذن زوجة صحيحة، العقد من حيث العقد، العقد إيش؟ العقد صحيح. قد يكون فيه نية الطلاق أو هذا، هذا موضوع آخر، هذا حرام من جانب آخر له الغش أو ما شابه ذلك من الأمور. إذا قال متعة ولا لم يتمتع بها أصلا، طيب ومثل هذه لا يتمتع بها، لكن نحن نتكلم عن صحة العقد، هل العقد صحيح ولا لا؟ الذي يقول العقد صحيح يرفع يده. طيب، الذي يقول العقد غير صحيح يرفع يده. طيب، أنا صراحة مع الذين يقول العقد صحيح،
لأن القصة حدثت لعمي وما أسمح لكم صراحة تخالفون في هذا. طيب، فالمهم أن العقد صحيح، العقد صحيح لأنه اجتمعت فيه شروط صحة العقد، إذ وليها وشهود والتعيين وعدم الموانع والرضا، كل هذه الشروط موجودة. طيب، الرضا موجود ولكن لا يشترط رضا البكر، قلنا هنا يزوج الأب أولاده الصغار كعقد، عقد صحيح. طيب، البكر البالغة تستأذن، البكر البالغة تستأذن، وليس للأب تزويج البالغ من الذكور أو الثيب من الإناث إلا بإذنهم. يعني البكر يمكن يزوجها ابنها أبوها بإذنها، طيب، أما الثيب لابد أن تعرب عن نفسها. يعني البكر تستحي، فيقول لها أبوها: تقدم لك فلان يريدك زوجة، هل توافقين؟ فتسكت حياء، تسكت حياء، فيقبل منها هذا، لأن الحياء وارد بالنسبة للبكر. لكن لو جاء للثيب وقال لها: يا ابنتي، فلان تقدم للزواج بك، فماذا تقولين؟ سكتت، أعطيها طرق، تكلمي، أعربي عن نفسك، لا يقبل، لأن الحياء عندها إيش؟ أخف من البكر، فلا بد أن تعرب عن نفسها، تستأمر، يقول أي يطلب أمرها، يطلب أمرها. فالثيب لا يقبل منها الصمات، الثيب لا يقبل منها الصمات، لابد أن تعرب بنعم أو لا. أما البكر فيقبل منها الصمات لأجل الحياء، لأجل الحياء الذي عندها. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ ابن عثيمين: المكلفة لابد من رضاها، وكذا ابنة تسع، رضاها، وليس ولا نقول إيش أن تتلفظ، لكن لابد أن ترضى. إذن البكر كما قلنا صماتها، وإذن الثيب كلامها. بعد ذلك الكفاءة إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، نشوف أسئلة الأمس. يعقوب، في أسئلة أرسلوها لي بالرسالة، تلفوني مو معي الحين، أرسلها لي جاسم فضلي، أنا كأني أذكرها. يعني أنه جاء سؤال، امرأة تسأل تقول زوجها خالها مع وجود عمها، وهي الآن متزوجة، وزوجها خالها مع وجود عمها، العقد باطل، الخال حتى مع عدم وجود العم لا يزوج. قلنا الخال ليس وليا، فإذا زوجها خالها ولم يوكل، إذا كان وكل بالزواج كان يكون وكله العم أو الأخ، يعني أحد الأولياء، الولي الحقيقي وكله، هذا أمر آخر، لكبر سنه مثلا قال تفضل فلان زوجها، هذا أذنه وكل بالتزويج، لكن أن يزوجها الخال والعم موجود وهو لا يعلم، العقد باطل، العقد باطل لا يصح، إلا إذا كان الخال وكيلا، لأنه ليس وليا، ليس وليا، فعقدها باطل. طيب، هي تقول هي الآن متزوجة لعلها عندها أولاد، الأولاد ينسبون إلى أبيهم، إلى زوجها الذي تظن أنه زوجها. طيب، وهذا النكاح يسمونه وطء شبه. طيب، وينسب الأولاد له لجهلهم، ولكن لا بد من تجديد العقد، لا بد من عمل عقد جديد الآن، لا بد أن يعمل عقد جديد ويزود. وهذا مشكل يدل على جهل الناس حقيقة بمثل هذه الأمور، كيف يتصرفون مثل هذه التصرفات، فهذا لا يجوز أبدا. طيب، يقول: شروط وأحكام أهل الكتاب، يعني في الزواج من نساء أهل الكتاب، أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية بس، وأن تكون عفيفة، أن تكون نصرانية أو يهودية وأن تكون عفيفة، هذان الشرطان فقط. ما ضابط إعلان النكاح؟ ضابطه عرفا،
يعلن النكاح، مثل الآن وضع الأنوار مثلا، أو يكتب بالصحف، أو ترسل بطاقات الدعوة، هذا كله من إعلان النكاح. هل يجوز موافقة الولي بالهاتف؟ يجوز إذا علمنا يقينا أن هذا هو الولي، ما يجي واحد يكذب يقول أنا الولي، هو ليس الولي وكذا. إذا كان القاضي مثلا أو المليك مثلا يعرفه يقينا ويقول هذا هو الولي وكذا ويزوجها، نعم. أنا سأذكر لكم قصة، معليش سامحوني، عادي. في قضية تزويج المرأة عندنا هنا في البلد، عندما نحضر عقود الزواج، حتى لما تزوجت أنا مثلا، أو أظن كلكم لما تزوجتم، الذي يحدث ماذا؟ يحضر ولي المرأة وزوجها، مع طبعا الباقين أبوه أو كذا، المهم الحضور. طيب، لا المهم لا تحضر المرأة، لا تحضر المرأة ولا تسأل المرأة، فيقول زوجتك ابنتي فلانة، ويقول هذا قبلت. والذي يكتب العقود اللي هو المليج حنا نسميه هنا، زين، يسمونه المأذون. طيب، الذي يكتب العقود لا يسأل المرأة هل أنت موافقة أو غير، وقد يكون الولي إيش؟ إيه نعم، زوجها بدون علمها مثلا أو بدون رضاها أو كذا، هذا وارد. طيب، لكن لأن الناس هنا متسالمون على هذا الأمر، ولم تأتي قضايا تثبت أن المرأة كانت غير موافقة، ولا أن أبوها ضحك عليها ولا كذا، فالأمور مستقرة على هذا الأمر. والأصل أن الأب لا يزوج ابنته إلا برضاها، لكن هل تعلمون أنه قد يحدث أنه يزوج ابنته بغير رضاها؟ إن حدثني أحدهم عن أحد المأذونين أو الملاكين أنه حضر، طلب لعقد قران، فلما حضر قال هذا الرجل أريد أن أزوج ابنتي فلانة لفلان، فقال هذا المليك، قال طيب وهي موافقة؟ قال نعم هي موافقة. قال أنت موافق؟ قال نعم موافق. طيب، بعد أن يعني اجتمعوا، قال طيب أنا أريد أن أخذ إذن الزوجة، أن أنظر للزوجة هل تقبل أو لا تقبل. فقال له وليها أبوها، قال له كيف؟ ما أكفي أنا أبوها. قال والله أنا لازم أسألها. قال عيب تسألها، أنا أبوها وكل العالم تزوج بهذه الطريقة. قال والله خلاص، شوفوا غيري، شوفوا غيري، أنا لن أزوج. قال يعني لازم؟ قال لازم. فقال طيب. فدخل الأب ثم نادى المأذون، قال تفضل في الصالة يعني مكان آخر، ولا البنت جالسة، قال لها تقبلين الزواج من فلان؟ قالت نعم. قال طيب، قال أنت فلانة؟ قالت نعم. هو عنده البطاقة، قال اكشفي عن وجهك لأراكي. فقال الأب عيب، ما أنت خاطب ولا زوج، على أساس تكشف لك؟ قال شوفوا غيري، أنا بتأكد هل هي هذه أو لا. قال يا شيخ ما، قال كيفكم حتى تكشف عن وجهها وأراها وطبق طابق الصورة. هو في قلبه شيء منهم، شاك فيهم. فقال لا طيب، مو هي صراحة، وهي مريضة ومو قادرة تنزل. قال أشوفها. هنا ثبت الأمر عنده إن في لعب. يقول فأدخلوه عليها، وإذا لا مريضة ولا شيء. قال تقبلين الزواج من فلان؟ قالت لا، لا أقبل الزواج من فلان. فالقصد أن قد يحدث أن الولي لا يكون أمينا، قد يحدث هذا الأمر أن لا يكون الولي أمينا، وإن كانت هذه حالات نادرة والحمد لله. أبي اللي تزوجوا وما حضرت زوجاته أو ما سأل من اللي زوجته في العقد هل تقبلين أو لا، يرفع إيده المتزوجون. لم يسأل من ليش الزوجات، يلا طيب ماشي. الذين تزوجوا والعاقد طلب أن يسمع المرأة، من هم؟ واحد، خمسة بس، كلكم كويتيين، بس الكويتي، بس واحد كويتي. طيب، ثلاث مرات بعد، بس جيد،
لا بأس به، هذا لا بأس به. أنا الذي أريد أن أقول أن هذا لا بأس به، خاصة إذا وقع في قلبه شك، إذا وقع في قلبه شك فله أن يتثبت من هذا الأمر. كم عندنا من الوقت؟ يعني كم؟ ممكن تؤجل الأسئلة؟ ثلاث. والله البخل، أنت رفعت يدك؟ أنا حضرت ملكته ما جابه المرة. طيب ليش رفعت يدك كذا؟ يقول: إذا باشر الأب عقد زواج ابنه البالغ وكان الابن حاضرا راضيا بذلك، فهل يصح العقد أم لا بد أن يقول الابن لأبيه أنت وكيل عني في مباشرة العقد؟ إذا باشر الأب عقد زواج ابنه البالغ، يعني الأب يقول قبلت، هذاك يقول حق الابن زوجتك ابنتي فلانة، والأب يقول عن الابن قبلت، هكذا؟ أين الذي وضع، من الذي كتب السؤال؟ أنت كتبت السؤال؟ طيب اشرحه. كم؟ طيب ما قال قبلت؟ من الذي قال قبلت؟ أدري يعني أبو الزوجة قال زوجتك ابنتي فلانة، الابن طالع أبوه والأبو قال قبلت. أنا أعرف قصة مشابهة، أن رجلا أخذ ابنه معه وقال يا أبي أريد أن أتزوج، قال طيب من؟ قال ابنة فلان، قال والله نعم فلان أعرفه، فذهب اتصل عليه وتوعد معه، فذهب إلى أبي البنت فقال له يا فلان أريد ابنت، نريد يعني القرب، ابنتك فلانة لابني فلان، ففرح أبو البنت وقال والله هذه يعني مناسبة طيبة وخبر طيب وجزاكم الله خير، أحسنتم الظن بنا، لكن أنا أريد أن أقول شيئا. قال نعم. قال أنا أعرفك معرفة جيدة، ليقول للأب، وابنك لا أعرفه، فإن شئتها لك فتم، إن شئت أنت تتزوجها، يقول للأب، ما عندي مانع، أما ابنك أنا ما أعرفه الصراحة، زوجها أنت. فقال الأب والله مشينا، فالابن يقول لأبيه يبا زوجتي. فقال للأب اصبر اصبر اصبر، ايش تقول؟ قال زوجتك فلانة، قال قبلت، قال يبا زوجتي، قال عمتك. وأكلها عليه. هكذا حصل؟ ها؟ لا زوجها لدي. على كل حال، إذا كان الابن هنا على القصة التي ذكرت أنه زوجه أبوه ولم يتكلم بكلمة، لكن كان يستطيع الكلام وسكت، والسكوت هذا دل على الرضا، فالعقد صحيح، لكن خطأ. الأصل أن يقول، هو يباشر، هو يقول قبلته، لكن رضاه وسكوته هو يستطيع الكلام، هذا قبول ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب هذه الأسئلة، لا أصبر على خلنا نشوف غيرك. قل خالي كان هو الولي وعمامي لا أعرف طريقا لهم، والوالد متوفى وأنا وحيدة ليس لي إخوة، فما الحكم مع العلم أننا كنا نجهل هذا الأمر؟ الأعمامي لا أعرف طريقا لهم، يعني كما قلنا قبل قليل، لماذا لا تعرف طريقا لهم؟ يعني هل يمكن الوصول إليهم أو لا يمكن؟ لا يعرفون مثلا، ولا تعرف بلادهم، ولا تعرف أسماؤهم، هنا نعم. وأيضا حتى مع هذا كله الخال لا يزوج، وتعتبر تزوجت بدون ولي، لأن وليها في مثل هذه الحالة أبناء العم، فإن لم يكن أبناء العم فالجد أو عفوا الجد ثم أبناء العم ثم القاضي، وليس الخال لا يزوج على أي حال. والغريب المأذون الذي عقد هذا الزواج كيف رضي أن يكون الولي الخال في مثل هذه المسألة؟ على كل حال، إذا كان كما ذكرت وأن الخال هو الذي كان الولي في العقد، لابد من إعادة هذا العقد مرة ثانية. تقول: فتاة غاب عنها والدها منذ الصغر، لا يعلمون مكانه ولا يستطيعون الاتصال به، تقدم لها خاطب فوافقت، ووافق إخوتها من أمها، ولكن أيام الخطبة اتصل
والدها وقال إن تزوجت فلانا فسأدعو عليه، وغاب ثانية، ولكنها مع ذلك تزوجت بولاية أخيها من أمها، كذلك لا يصح العقد. الأخ لأم لا يزوج، الأخ لأم لا يزوج، ولو كانت كما ذكرت السائلة القضية بالذات تذهب إلى القاضي وتخبره مع الشهود بأن الوالد اتصل وأنه غاب مرة ثانية وبهذه الطريقة تذكر ما حدث، ثم بعد ذلك القاضي يعزل الأب عن ولايته على هذه المرأة، ثم ينظر من أقرب عصباتها فيقول له قم فزوجها، أو أن يكون القاضي وليا لها بدل هؤلاء. أما هذه يزوجها خالها والثاني يزوجها أخوها لأمها، كل هذه العقود لا تصح، ما تصح أبدا. الخال ليس وليا والأخ لأم ليس وليا كذلك. طيب في مجال ولا خلاص؟ طيب والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله لن تهمل، إن شاء الله تعالى نجيب عليها بداية الدرس القادم. قال لك رتب أولياء المرأة في الزواج: الأب، الجد، الابن، ابن الابن، عدهم، خلصنا من الأب والجد والابن وابن الابن، خلصنا. الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، طبعا ثم، كله ثم بعده، أيوة، ابن العم الشقيق، ممتاز ممتاز. الجار متى؟ ما يأتي الجار لو كان طيب محترم أبد. تصدر الله يكرمك. طيب السؤال الثاني: متى تنتقل الولاية من شخص إلى آخر؟ متى تنتقل من شخص إلى آخر؟ العضل بعد الغيبة، هي خمسة. لا، متى تنتقل؟ ننتقل الجهة الثانية. نعم، صغر، الجنون، مخالفة الدين، العظم، الغيبة. أحسنت، تفضل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.